ماشي نخش على الاختيارات. نركز يا بنات بقى، ركز كده. ماشي اختيارات دي برضو ماما وبابا ممكن يساعدوكوا لو عايزين في وسيلة مساعدة، أوكي؟ بس أنتوا اللي هتجاوبوا. نجح الأطباء في علاج المرضى. الأطباء، كلمة الأطباء جمع مذكر سالم ولا جمع تكسير ولا جمع مؤنث سالم؟ جمع تكسير. إيه ده؟ برافو، جمع تكسير، شاطر. ماشي سؤال هنا. المصريون القدماء بنوا الأهرامات. المصريون جمع تكسير ولا جمع مؤنث سالم ولا جمع مذكر سالم؟ جمع مذكر سالم. برافو، ايه الشطاره دي؟ ماشي. تستخدم الحيتان الحدباء الغناء من اجل التكاثر والتغذيه، التدفئه، التخفي من الاعداء. ها؟ عندنا وسيله مساعده وعندنا اغنيه وعندنا ان احنا نرمي بقى وزي ما تيجي تيجي. ها؟ اقول تاني؟ من الاعداء؟ ايه؟ تخاف من الاعداء؟ لا للاسف. لا للاسف. It makes sense طبعا، بس لا، هو للتكاثر والتغذيه. ماشي حلو. يمتلك حيوان ثعلب الفينك الذي يعيش في بيئه حاره على اذن صغيره ولا حاده ولا طويله عشان تساعدها على التخلص من حراره جسمها الزائد. ودانها صغيره، حاده، طويله. طويله. طويله، برافو. ماشي اللي بعده. ما هو الشيء من بين هؤلاء الذي يسمع ويتكلم بلا اذن ولا لسان؟ التلفزيون ولا الساعه ولا التليفون؟ يسمع ويتكلم من غير ولا ودن ولا لسان. تليفون. تليفون، انت جاي على السهل وتبقى متلخبط. برافو. ايه هو الشيء الذي يمتلك من بين هؤلاء اسنان ولكنه لا ياكل او يعض؟ المشط، الكلب، الارنب. المشط. المشط، برافو. برافو جدا جدا جدا. واضح ان الكتاكيت الحلوين اللي معانا النهارده مصحصحين ومشاطرين ومذاكرين المنهج ومعانا كده ايه دماغهم صاحيه. نشوف بقى هل جسمهم صاحي زي دماغهم ولا لا؟ ونخش على الالعاب اللي عندنا النهارده. جاهزين؟ جاهزين. يلا بينا.